ازيكم؟ يا رب الناس كلها تبقى بخير ودايما في احلى صحه، ورمضان كريم عليكم جميعا، وكل عام وانتم بخير. النهارده يا جماعه والله انا هكلمكم على موضوع انا دورت عليه بنفسي عشان اشتغل بيه لنفسي واقدر افتح مشروع لنفسي. انا عايز الناس تتاكد وتكون واثقه 100%. والله 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 انا لما بدور في حاجه بجيبها لك بتبقى نسب الربح فيها بتبقى زي ما انا بقول لك. طب النهارده احنا نتكلم عليها يا جماعه، النهارده احنا هنتكلم على صناعه البن. يعني ناس كتير يقول يعني البن، البن يا جماعه معلومه صغيره، البن مش موضوع انت بتشرب كوبايه بن وخلاص وانت راجل كيف بن ومزاج والكلام ده كله. البن بقى حاجه اساسيه في حياتنا، تمام؟ البن يا جماعه دوت بيجي اصلا من البرازيل رقم واحد، تاني رقم بيجي من الهند، في مستوردين كتير في مصر. انا قبل ما اتكلم عن المشروع بكون محضر لك لستة كاملة بالناس اللي هتتعامل معاها سواء مكان او هتجيب منها مواد خام. طيب لحد هنا الدنيا تمام. هنقول ايه بقى؟ هقول لك البن بيجي اخضر، اللون بتاعه مخضر، تمام؟ حتى لو جبته من مستورد او هو استورده بيستورده اخضر برضو. في عندنا نوع مشهور جدا في مصر، يمكن الناس كلها تقول لك اليمني اليمني اليمني، هو فعلا البن رقم واحد بيجي اخضر، هي القهوه اصلا معروفه ان هي خضر، تمام؟ نخش في الموضوع يا جماعه. هتقول لي المشروع دوت انت بتقول ارباحه بتعدى 120%، لا ارباحه بتعدى اكتر من كده كمان، لان ارباحه ضخمه جدا وباهظه. معنى ايه؟ معنى البن ان هو عامل اساسا في الحياه، يعني بقت يعني زي الميه، انت بتشرب ميه يوميا لازم تشرب بن يوميا، يعني سلعه استهلاكيه بكثره جدا. هتقول لي لحد هنا تمام. هنبتدي نجيب البن زي ما احنا بنجيبه. البن عندنا بيبدا سعر بتاعه من 60 جنيه لحد في انواع بتوصل معانا ل 200 جنيه، تمام؟ البن بيبتدي تتحمصه الاول ويتم تبريده، وبعد كده بيتم تجفيفه وطحنه، بتبتدي تحط عليه ايه الخلطات بتاعته الخاصه بيه، سواء التحويجه، الحبهان، المستكه، الكلام ده كله انت حسب رغبه العميل. طب هتقول لي ما ممكن اي حد يعمل الموضوع ده؟ فعلا اي حد ممكن يعمل الموضوع ده. الشطاره في ايه هنا؟ الشطاره في اهم حاجه او في اهم نقطه، ان انت تعمل كيس للبن محترم جدا. بمعنى ايه؟ يعني في ناس معلش ممكن تبقى عامله منتج وحش جدا بس الكيس بياع، الكيس بيبيع. هتقول لي تمام انا معاك لحد هنا. اولا يا سيدي احنا هنبتدي اول حاجه قبل ما نبدا المشروع دوت، انا اعمل لك دراسه جدوى كامله قبل ما نبدا المشروع دوت، او ابدا قبل ما نتكلم في الموضوع دوت. هتبتدي تعمل لنفسك علامه تجاريه او لوجو، او حتى يعني اقول لك ايه ده مش محتاج مبلغ ولا اي حاجه، قد ما تديه مثلا للديزاين وتقول له انا عايز اعمل كيس بن محترم علشان ابتدي اسوق، تمام الكلام. هنبتدي نجيب المعدات اللي هي خاصه بالتحميص والطحن. هنبتدي نتكلم على مكنات التحميص. مكنات التحميص في حاجه الي وفي حاجه يدوي وفي حاجه فول اوتوماتيك. هنبتدي نتكلم اول حاجه، وفي حاجه على فكره يدوي، يعني انت لو ما عندكش امكانيات تقدر تجيب مكنه تحميص، انا بقول لك انت ممكن تحمص على الفرن عندك في البيت او على بوتاجاز بنسبه حراره معينه لدرجه التحميص اللي انت عايزها ودرجه اللون البن اللي انت عايزه، سواء وسط او محروق، او سوري محروق اللي هو بن الغامق او اللي هو الفاتح. لحد هنا عشان ما نبتاش نتوه مع بعض، ركز معايا في الفيديو كويس جدا علشان هقول لك على خطوات لو انت عديتها هتوه مني. هنبتدي هسيب لك طبعا رقم المورد في مصر. هنا في اكتر من شركه بتبيع مكنه التحميص. البن بيبتدي نحمصه لدرجة حرارة معينة ويتم تبريده، وبعد كده بنبتدي ندخله في مكنة الطحن للنعومة اللي احنا عايزينها او درجة النعومة اللي احنا الناس مرغوبة فيها. هتقولي الكلام ده كله كويس، برضو هسيب لك رقم تليفون المورد لمكينة الطحن وتنعيم البن. قبل ما بقولك على مشروع او تخش في مشروع او تبدأ في مشروع، انا مش بجبرك ان انت تشتغل في الحاجه دي، انا يكون الله شاهد عليا شهاده حق ان الموضوع انا بجيب لك الدراسه كانها النفسي بالظبط وكان انا اللي هشتغل فيه بالظبط، وما بخبيش عليك اي حاجه في الموضوع. ادرس الموضوع مره واثنين وثلاثه، كلم الموردين هيفيدوك جدا، وعرفهم ان انت جاي من تبعي وشفت الفيديو بتاعك على اليوتيوب، وهيتواصلوا معاك وهيدوك المعلومه الصح. دي نقطه قبل ما نبدا الفيديو. هنتكلم برضو، احنا وصلنا لحد مرحلة طحن البن ووصلنا لدرجة النعومة المرغوب فيها،
ممكن انت تبدأ بحاجة قليلة جدا، سواء مثلا ممكن تبدأ مثلا بشكارد بن 25 كيلو وتبتدي تشتغل. عندك سعر المشروع بتاعنا هيبدأ سعره من 1200 دولار، وبيوصل لحد 10,000 دولار لو انت عايز تعمل، لو انت حابب ان انت تبدأ في المشروع دوت ومتردد او في حاجة مقلقاك، ممكن اقول لك تبدأ في المشروع اللي هو ب1200 دولار وتبتدي تشتغل فيه. بنبتدي نوزن الاكياس ونبتدي نشتغل فيه. عندك اكياس بتبدأ من 10 جنيه لحد مثلا في كيس بتوصل ل40 جنيه و45 جنيه. زي ما قلت لك في اول الفيديو، اهم حاجة شكل الكيس والخامة بتاعته، اوعى تستخسرها في كيس البن، خلي الكيس بياع. هنا لحد هنا كويس. طيب انا قلت لك دلوقتي هنجيب المكن ازاي، قلت لك تكلفه المشروع ازاي، قلت لك طريقه البن ازاي، الكلام ده كله. في اهم نقطه انت ما قلتليش عليها يا سيدي، اللي هي التسويق. انت كل مره بتقول لي التسويق ازاي، انا هقول لك التسويق ازاي بخطوات انا قمت بيها لناس معينه معايا وناس اشتغلت بيها. انت هتبتدي تشتغل في المنطقه اللي انت فيها، مثلا انت مثلا في منطقه مثلا سيا مثلا العبور، العاشر، الشروق، القاهره، الحتت ديت هتبتدي تشتغل، هتبتدي تعمل اكياس وتعمل شغل وتبتدي تنزل على السوبر ماركت وهتبتدي تقول لهم مثلا الكيس دوت ب 8 جنيه انت هتبيعه ب 10 جنيه ولو خدت كميه مني هعمل لك بونص والكيس الخامه والكلام ده كله، وتبتدي لكل سوبر ماركت، وتبتدي ما تسيبش سوبر ماركت غير ما تعدي عليه حتى لو خد منك كيلو واحد. هتبتدي تعمل اسم لنفسك، وكمان هتديله رقم تليفونك وتقول له لو الكيس البن فيه اي مشكله او البن فيه اي مشكله انا هعمل لك مرتجع ليه كمان. يبقى دي رقم واحد. رقم اتنين واللي هي الاساسي لازم يكون البن بتاعك معمول كويس وتكون مجربه قبل ما تطلعه للزبون او للعميل. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انت لازم لو هتعمل بن وهتبيعه لازم تشرب منه الاول، تشوفه طعمه عامل ايه، تشوف الترصيب بتاعه وصل لفين، تشوف الوش بيعمل ايه، بيصيص، بيرصب، الكلام ده كله لازم يكون عندك خلفيه. تمام، يبقى احنا كده وصلنا لتاني نقطه في التسويق. النقطه الثالثه والاهم، الاهم هتبتدي تشتغل في المشروع دوت. تمام، هتعمل اهم حاجه ان انت تعمل تجيب معاك اكتر من حد، مثلا من صحاب، معارف، الكلام ده كله، وتبتدي تشغلهم. بمعنى ايه تشغلهم؟ ما تقول لهم يعني انت لو بعتولي 10 اكياس من دولت هيبقى انت ليك كيس عليه، وكمان لو انت ابتديت تشتغل اكتر هزود لك نسبه وهخليك كمان تاخد مني بسعر وتوزع. واهم حاجه تشجع اللي قدامك وتوصله فكرتك، ولازم يكون عندك خطه تسويقيه. تمام، لحد هنا دي رقم 3. رقم 4 والاهم الاهم، ان انت تعمل لنفسك اسم زي ما قلت لك، تعمل لنفسك مركز زي ما قلت لك. مش هقول لك لازم تعمل براند ولازم تروح تعمل تسجيل علامه تجاريه والكلام ده كله، لا، اعمل حاجه اسم لوجو كويس واعمل شكل كويس سلفول، واعمل اسم كويس واعمل شكل كويس وابتدي الاول كده اشتغل وربنا يكرمك وتسجله يبقى براند عالمي. تمام، تالت سوري خامس حاجه، اهم حاجه كمان، ان انت تبتدي تعمل بيج عندك وتعملها تمويل وتبتدي تنزلها وكمان تخلي التوصيل ليها مجانا. وانا كمان هسيب لك ارقام شركات شحن تقدر تتعامل معاهم وتقدر تتواصل معاهم ويقدروا يفيدوك جدا. يبقى انا كده اتكلمت معاك ازاي تجيب المكنه، ازاي تشتغل، ازاي تسوق. النقطة الأخيرة اللي هقولك عليها واللي انت لازم تحطها في دماغك كويس جدا، محدش بيصبح من يوم وليلة مليونير. كل واحد بيبتدي يبدأ في شغلانة وفي مشروع من تحت الصفر لحد ما بيوصل. انا جبت لك المشروع دوت خصيصا، المشروع الوحيد ان هو لا بيبوظ ولا بيركن ولا اقول لك الناس ما بتستغناش عنه والكلام ده كله، لا، المشروع دوت استهلاكي اكتر من المية اللي الناس بتشربه. انا واحد من الناس بقولك الكلام دوت، انا زي ما كومنتاتكم بتشجعني والدعم بتاعكم بيشجعني، انا مش بحتاج حاجه من حضراتكم كلها غير ان انت في الاخر تقول لي شكرا او تقول لي كتر خيرك او ربنا يحاسبني على اللي انا بعمله ويجازيني على اللي انا بعمله، مش اكتر. لكن انا ما في ناس بتخش تتكلم معايا بتشجعني جدا، وفي ناس بتكلمني في التليفون بدعمها وبتواصل معاها، وفي ناس كمان بتخش تتكلم بطريقه غير يعني اقول لك ذوقيا و كلام سلبي. انا الكلام ده كله ما بيفرقش معايا، انا اللي بيفرق معايا كلمتي لله بقولها لك. المشاريع ديت من انجح المشاريع وبقولها لك، انا اللي بجبرك ان انت تشتري مني. انا ناس كتير كلموني والمستورد كمان كلمني وقال لي انا ممكن اطلع لك عموله، انا لا عايز عموله ولا عايز عموله من حضرتك. والناس اللي بتقول لي انا اجي اشتري من عند حضرتك بقول لها لا طبعا، انت تقدر تكلمي المورد وما تجيبلوش سيره ليا كمان وتشوف الاسعار بتاعته ايه وبيدربها. سواء المشاريع اللي عدت دي كلها
اللي انا بعرضها على قناتي، الناس كلها بتتواصل معايا على التليفون. انا تليفوني موجود عندكم في الكومنتات بتلاقوه. هسيب لكم ارقام الموردين، اكتر من مورد واكتر من مصنع في مصر واكتر من حد بيبيع بن خام. اتوكل على الله، ولو هتبدا في المشروع يعني ادرس الدنيا عندك كويس ايه، واتكل على الله، وربنا يكرم الجميع ان شاء الله، واشوفكم انجح ناس في العالم كلها. ولو الفيديو ده عجبك او الفكره عجبتك، ما تنساش تدعمني بلايك وكومنت وشير الفيديو ده لو عجبك. ولو الفكره بتاعتي جت بعيد عن دماغك خالص، برضو ادعمني باي كلمه انت عايز تقولها لي، لعل المشروع ده ينفع غيرك، وغيرك يكون مستنيه من بدري. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.